السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أينما كنتم، ونطلع عليكم عبر قناة الشرقية من كلباء في برنامج حديث المساء، ونطلعكم على آخر المستجدات في المنطقة الشرقية وإمارة الشارقة. إذا نذهب إلى عناوين حلقتنا اليوم. سيدات الشارقة يطلق المعرض الأول لرواد الأعمال الصغار. مركز كلباء للطيور الجارحة حاضر للطيور النادرة. حسن الجسمي مستكشف ومغامر من أبناء مدينة كلباء. إذن مشاهدينا الكرام، هذه عناوين حلقتنا اليوم، وبالإضافة إلى ضيوفنا الكرام الذين يثرون حلقتنا لليوم، وكذلك تقارير التي أعدها لنا فريق البرنامج ورصد الفعاليات بالمنطقة الشرقية. إذن مشاهدينا الكرام، استغلالا للعطلة الأسبوعية، نظم نادي سيدات الشارقة على مدار يومين المعرض الأول لرواد الأعمال الصغار المخصص للفئة العمرية التي تتراوح بين 5 سنوات إلى 17 عاما، وذلك لتوفير بيئة داعمة وآمنة تدعم ثقافة الابتكار عند الصغار وتحفزهم على دخول سوق العمل. ولتفاصيل أكثر حول هذا المعرض، يسعدنا بأن تكون معنا عبر الهاتف الأستاذة أميرة العامري، تنفيذي فعاليات أول في نادي سيدات الشارقة. مساء الخير أستاذة. أهلين، مساء النور. بالبداية أستاذة، حدثينا عن معرض رواد الأعمال الصغار الأول ورسالته وأهدافه العامة. طبعا معرض رواد الأعمال الصغار هي فعالية نحن أول مرة نسويها في نادي سيدات الشارقة. هي معرض الأطفال ما بين عمر 5 إلى 17 سنة، وجاءت فكرة المعرض أن نحن حابين نوفر بيئة داعمة للطفل وفرصة أنهم ينمون مهاراتهم. طبعا من خلال مشاركتهم في المعرض بنعطيهم هاي الفرصة أنهم مثلا يتعاملون مع العملاء، ومن خلال التحضير للمعرض يتعلمون عدد من المهارات اللي هي طبعا من ضمنها المهارات القيادية وخدمة العملاء وحتى التسويق لمشاريعهم. نعم، إذن أستاذة، لو تحدث أكثر عن طبيعة المشاريع التجارية المشاركة في المعرض، وكم عدد المشاريع المشاركة فيها؟ المشاريع ما شاء الله متميزة ومختلفة يعني عن بعض. عدد المشاركين 15 مشارك ما شاء الله، يعني نحن حتى كبداية كنا مستهدفين أن يكون عندنا 10 مشاريع، ولكن نظرا للإقبال الكبير اللي لقيناه من الأطفال رواد المشاريع، فنحن زدنا العدد فصاروا المشاركين عندنا 15. أصغر مشاركة معانا عمرها 5 سنين ما شاء الله. وأكبر مشاركة عمرها 17، فيعني الأعمار مختلفة والمشاريع أيضا متنوعة ومختلفة، من تنسيق الزهور وبيع الزهور لكتب وألعاب تعليمية ومنتجات حتى مصنوعة يدوية مثل الإكسسوارات ولوحات فنية، ففي اختلاف في أنواع المشاريع. نعم، إذا التنوع في الفئة العمرية كما ذكرت أستاذة أميرة من عمر 5 سنوات إلى 17 عاما، هذا بحد ذاته يعني تنوع، وكذلك تنوع في المقدم في هذا المعرض. يعني ذكرت أن في أشغال يدوية، ذكرت أن في حرف ربما يقدمونها هؤلاء الأطفال، لكن ما الهدف من وجود هذا المعرض؟ هدفنا أكيد نحن كثير أن نحن نوفر لهم هاي البيئة أنهم يعني يشوفون الناس ويتعاملون مع العملاء، حتى أنهم ينمون عندهم المهارات القيادية وفرصة، يعني خاصة بعد يعني البعض من هاي المشاريع إلكترونية أو على حسابات إنستغرام، فنحن نوفر لهم هاي البيئة ونضمن لهم أنهم يشوفون العملاء ويتعاملون معاهم، فهذا يعني ينمي مهاراتهم. نعم، وكذلك يعني لو أضيف على هذا الحديث بأن وجود الطفل في هذه المعارض يضيف للطفل بأن يعرف كيف يتعامل مع الجمهور، كيف يقدم خدمة، وهذا في المستقبل يهيئ هذا الطفل لأن يكون مستثمر اقتصادي بالمستقبل بإذن الله. هي، وكان بالنسبة لنا نحن أن نشوف الأمهات والآباء يعني كيف يدعمون هم أطفالهم وتنمية مهاراتهم، كان شيء جدا جميل الصراحة لما يتواصلون معنا الأمهات أو الآباء
ان حابين ان يسجلون عيالهم وحابين انهم يساعدونهم في المعرض، كان يعني بالنسبه لنا شيء جدا جميل ان احنا نشوفه. اذا ماذا عن العروض المقدمه والانشطه المنظمه على هامش المعرض؟ جدولنا حافل في هاي الفعاليه ما شاء الله. طبعا طبعا بالنسبه يعني لطبيعه الفعاليه، ويعني هدفنا نحن ان نحن ندعم الاطفال، فكان لنا تعاونات مع عدد من المؤسسات المختلفه اللي قدموا لنا يعني العديد من الورش والانشطه الجانبيه. في منها ورش بتكون ترفيهيه وفي منها تعليميه وتناسب جميع الاعمار، في ورش للاطفال وايضا للسيدات. نعم. من هاي المؤسسات طبعا في مثل ورشه ابتسم من هيئه الانماء التجاري والسياحي، في ورشة تصميم المجسمات من دائرة التنمية الاقتصادية، في جلسة حوارية للسيدات من شراع، وفي ورشة كوني ريادية من مؤسسة رواد. نعم. إذا المعرض الحقيقة شمل الأم وشمل الطفل في هذا المعرض، لأن اليوم عندما نتحدث عن معرض وعن هامش هذا المعرض هناك عروض، هناك فعاليات مقامة، لكن يعني وجود الفئتين تستفيد وتنتفع من كل هذه الفعاليات، هنا نشكل نحن على الحقيقة أن تكون الأسرة كلها في مكان واحد وملتقى أسري يجمع أفراد الأسرة في عطلة نهاية الأسبوع. هي نعم، ونحن في نادي سيدات الشارقة سواء يعني في تنظيم فعالياتنا أو البرامج أو الورش اللي نقدمها، دائما نحب نحرص أن نحن ندعم وننمي مهارات الطفل والمرأة يعني على حد سواء في جميع المراحل العمرية. وتركيزنا في بعض الفعاليات مثلا يكون على الطفل او فعاليات اخرى على الام، لكن بالنسبه لنا الطفل يعني جانب مهم ان احنا نساهم في دعمه وتنشئته، لان في النهايه الاطفال هم الاساس يعني، وهم نعم. نحب ان نغرس فيهم هاي المهارات وحب التعلم يعني من وهم صغار، على اساس ان احنا نساهم ان نبني جيل جديد واعي ومثقف يفيد الدوله والمجتمع. نعم، بالفعل كل هذه الجهود المبذولة من نادي سيدات الشارقة وفي كل الحقيقة مؤسسات ربع قرن لصناعة القادمة المبتكرين، هنا نرى الاهتمام بالطفل ونرى الاهتمام بكل شرائح المجتمع، لأن يعني عندما أخذت الشارقة ونالت شرف بأن تكون للمرة الثانية مدينة صديقة للطفل، هذا بحد ذاته يعني يعطي ويفسر ويعكس مدى وجود البيئة والبنية التحتية في إمارة الشارقة واحتضانها للطفل واحتضانها للأسرة. إذا أستاذة أميرة، كلمة أخيرة قبل أن ننهي هذه المكالمة الهاتفية. طبعا احنا نتمنى من جميع السيدات انهم يزورونا في المعرض ويساهمون في انهم يدعمون هاي الاطفال بحيث ويشترون منهم طبعا بإذن الله. يعني عشان ان تكون فعلا تجربه مفيده للاطفال المشاركين، وبالفعل هذه التجربه هو دعم للطفل حتى يستمر في مشوار الاستثمار. ان شاء الله المعرض طبعا بيكون تاريخ 17 و18 يوم الجمعه والسبت، والورش المختلفة أيضا جدولها كلها موجود على انستغرام النادي، فللي حاب يشوف جدول الورش بيكون متوفر على الموقع وعلى انستغرام. إذا الأستاذ أمير العمري تنفيذي فعالية أول في نادي سيدات الشارقة، شكرا لك. العفو. إذا مشاهدينا الكرام، يعد مركز كلباء للطيور الجارحة من المراكز التي تحتضن أنواعا عديدة من الطيور النادرة، فمدينة كلباء ذات بيئة ملائمة لهذه الطيور وللتكاثر والتعايش. وفي فقرتنا التالية سنتعرف على أحد النسور، نتابع هذه الفقرة ولنا عودة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في مركز كلباء للطيور الجارحة، معكم منسق البرامج عشا الزعابي. اليوم نكمل جولتنا الثانية في المركز في قسم جديد وهو قسم النسور، راح نتعرف أكثر على طائر آخر من طيور المركز. نتعرف على قسم جديد في المركز وهو قسم النسور. عندنا في قسم النسور ينقسم إلى قسمين، العالم الجديد والعالم القديم. راح نتعرف اليوم على العالم القديم من النسور. عندنا نوعين من نسور العالم القديم، النسر الأول نسر الجريفون الأسمر. يمتلك هذا الطائر كما نلاحظ عنق طويل يساعده على التوغل على جسد الفريسة دون تلطيخ رأسه بالدم، فميزه الله سبحانه وتعالى بهذه الميزة لتقيه من الأمراض والبكتيريا. فهذا الطائر أيضا يمتلك جناحين عريضين، يصل عرض جناح هذا الطائر من 2 إلى 3 أمتار، فهذه الميزة تميزه على الحوم دون الرفرفة لحفظ الطاقة في جسمه. فهو يفضل الطيران على التيارات الهوائية الدافئة التي تساعده على ارتفاعه ارتفاعات شاهقة. النسر الجرفون الأسمر طائر مهاجر إلى دولة الإمارات، يتكاثر في السعودية وعمان واليمن. فهذا الطائر يتغذى على الجيف، الجيف تعني الحيوانات الميتة. يضع بيضة واحدة ويحتضنها لمدة 7 أسابيع. فهذا الطائر أيضا يفضل الطيران على شكل أسراب وجماعات. هالفقرة تعرفنا على معلومات النسر الجرفون الأسمر، وأتمنى أنكم استفدتم من المعلومات المعطاة. إذن أعزائي المشاهدين، بعد ما تابعنا هذه الفقرة حول مركز كلباء للطيور الجارحة وأنواع النسور وهذا النسر في الفقرة الماضية،